الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا برنامجكم المبارك ونمارق مصفوفة، ولقاء اليوم عنوانه نفي كمال الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالشرع، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. هذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدر كل جملة منه بلفظ أو بمفردة أو بالحرف لا، ولا هنا نافية. فهل الجملة خبرية إنشائية أم أنها خبرية لفظا ومعنى؟ الذي يترجح أنها خبرية لفظا ومعنى، أي أنها لا تتضمن النهي وإنما تتضمن الإخبار. الحديث فيه فوائد جمة، لكن نبدأ بالأهم بفهم الحديث. الخوارج فرقة ظهرت في العصر الأول في القرن الأول، ويذهبون إلى أن مرتكب الكبيرة كافر، وأنه مخلد في النار ما لم يتب منها، فإن مات على ارتكاب الكبيرة فهو عندهم مخلد في النار. ولهذا مما ينقل عن أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه، وهو قد عاش في زمن كانت فيه شوكة الخوارج شبه ظاهرة، أن الخوارج كانوا ينقمون عليه أنه لا يرى أن مرتكب الكبيرة كافر، فما زالوا يجادلونه وأرادوا أن يقيموا الحجة عليه في نظرهم. فجاءوه مرة وهو في المسجد وقد جاء بجنازتين إلى المسجد، فقال له اثنان منهما وقد رفع السيف عليه: هاتان جنازتان بالباب، أحدهما لرجل شرب الخمر وغص بها ومات، يريدون أنه لم يلحق أن يتوب، والأخرى لامرأة زنت وهي حبلى ثم ماتت، أي قبل أن تتوب، ما تقول فيهما؟ هما أراد أن يقول أنهما كافران، إن لم يقل بذلك قتلاه بالسيف، وإن قال إنهما غير كافرين قتلاه بالسيف، وإن قال إنهما كافران كما يريدان فقد آمن بمذهبهما، وهو أن مرتكب الكبيرة كافر. فأرزقه الله الفطنة فقال: هل هما يهوديان؟ قال: لا. قال: هل هما من النصارى؟ قال: لا. قال: هل هما من المجوس؟ قال: لا. قال: إذن ما هما؟ قال: مسلمان. قال: أنت حكمت، قال: أنتما حكمتما، أنتما قلتما أنهما مسلمان. فتنبه لما وقع فيه وقال: دعنا من ألاعيبك، قل لنا هما في الجنة أو في النار؟ فقال أبو حنيفة: أقول فيهما ما قاله خير مني في من هو شر منهما. أقول ما قال إبراهيم: إن تعذبهم أقول ما قال إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وأقول ما قال عيسى بن مريم: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فألقيا السيف من يديهما وقبلا رأسه وأذعنا له بالعلم. هذه توطئة للحديث عن هذا الحديث الذي نحن نتكلم فيه عن نفي كمال الإيمان. هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، احتج به الخوارج على أن مرتكب الكبيرة كافر. أين الحجة عندهم؟ يقولون: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن، كيف تقولون أنتم أنه مؤمن؟ حتى يحكم على الشيء حكما صحيحا لا بد فيه من النظر من جميع جوانبه. نجمع كل الآيات والأحاديث التي في الباب ثم نأتي إلى الرأي الذي يجمعها، ولا حاجة إلى ترجيح رأي على رأي، لأن الترجيح بهذا المقتضى يعني إهمال بعض النصوص، وهذا ليس من الدين في شيء. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي ذر وهو حديث صحيح، قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة. فقال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. وقال في الثالثة: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر.
والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من هنا قال العلماء إن الحق الذي دلت عليه النصوص الشرعية أن مرتكب الكبيرة إن تاب قبل أن يموت سقطت عقوبته، وإن لم يتب ومات على ذلك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء ثم أدخله الجنة، وإن شاء أدخله الجنة أولا إذ غفر له. واستدلوا على ذلك بأمور من الحديث نفسه الذي استدل به الخوارج. كيفية الاستدلال؟ الاستدلال الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لو قصد النبي نفي الإيمان كله لأصبح هذا الزاني مرتدا، فأصبح لا يستحق أن يرجم إن كان غير محصن إن كان محصنا، ولا يستحق أن يجلد إن كان غير محصن ويغرب عاما، بل يقتل لأنه أصبح مرتدا لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفر. وقال عليه الصلاة والسلام ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. لو كان هذا الذي يشرب الخمر حين يشربها سلب الإيمان كله لا حاجة لأن نجلده، بل نقتله لأنه بدل دينه وأصبح كافرا. ولو كان المقصود كذلك بالسارق أنه إذا سرق نفي الإيمان كله عنه فلا حاجة لأن نقطع يده، بل نقتله حد لأنه بدل دينه وأصبح كافرا، على ما نقطع يده فقط. لكنه لما أجرينا عليه هذه الأحكام التي جاء بها الشرع، ربنا عز وجل يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والنبي عليه الصلاة والسلام جلد في الخمر، وقال الله جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والنبي عليه الصلاة والسلام رجم الزاني المحصن وجلد الزاني غير المحصن 100 جلدة وغربه عاما. فإقامة هذه الحدود هذا من الدليل على أنهم ما زالوا باقين على الإيمان، لكن الحديث يدل على أن الإيمان يزيد وينقص. فإذا نقص الإيمان عياذا بالله عظمت رغبة الإنسان في الإثم وتجرع على حدود الله وتجاوز الحرمات، وهذا ينقص إيمانه حتى يخشى عليه أن يذهب الإيمان بالكلية، يخشى عليه أن يذهب إيمانه بالكلية، لكن أصل الإيمان الذي هو دخل به الإسلام ما زال باقيا فيه. وكلما عظم الإيمان في النفس وامتنع الإنسان عن الزنا وعن الخمر وعن السرقة وعن غيرها من الكبائر، وعظم القرآن وتلا آياته وقرأ السنة وأسلم قلبه لله، فهذا عظم إيمانه وزاد. والله عز وجل قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهذا نص صريح في أن الإيمان يزيد وينقص. رب العزة أعلم بعباده ويقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ليس معنى ذلك أن الإنسان إذا ذكر الله ولم يجل قلبه، إذا قرئ عليه القرآن فلم يجل قلبه، أنه غير مؤمن، لكنه قطعا ناقص الإيمان. لا يصبح إيمانه في كمال إيمان عبد إذا ذكر الله وجل قلبه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكل شيء يزيد قابل للنقصان، كل شيء يزيد قابل للنقصان. فهذا هو المعنى الذي غاب عياذا بالله عن فقه الخوارج، فارتكبوا بعد ذلك ما ارتكبوا من رفع السيف على المسلمين حكاما ومحكومين. فهذا من معاني الحديث، كما أن الحديث يدل على أن هذه الثلاث من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى كمال الإيمان عن أصحابها، فقال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا ريب أن الزنا عياذا بالله من أكبر الكبائر، والله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقال في حق أولياء الصالحين وعباده المقربين والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. كذلك شرب الخمر، فإن الله عز وجل نهى عن شربها، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقد كانت الخمر تمازج العربية من حيث الإجمال في دمه، ولهذا جاء القرآن بتحريمها تدريجيا. ربنا يقول تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وأوصف الرزق بأنه حسن وسكت عن كلمة سكر. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم أنزل الله عز وجل قوله ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم أنزل الله الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فحرمت الخمر بهذه الآية. وقد قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما ألقي في القلب مثل اليقين والإثم والخمر جماع الآثام. والخمر جماع الآثام، وقد سميت في الحديث المرفوع أنها أم الخبائث، أعاذنا الله وإياكم منها. والسرقة عظم الله حرمتها، قال جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن السارق. فهذه الثلاث كلها من كبائر الذنوب، لكن الإنسان من ابتلي بها تلبس بها ليس أمامه إلا أن يتوب ويرجع إلى ربه، يرجو الله أن يغفر له، وباب التوبة مفتوح. لكننا نحن الناظرين إليه الحاكمين عليه لا نستطيع أن نسلبه كمال نسلبه الإيمان كله، لكن نسلبه بهذه المعاصي كمال الإيمان فيما ظهر لنا، لكن لا نستطيع أن ننفي الإيمان عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام جيء له بشارب خمر مرة مرتين ثلاث، فقال عنه: ما علمته إلا محبا لله ورسوله. فشربه للخمر أوجب عليه الحد وهو الجلد. وأما بقاء الإيمان فيه، لأن محبة الله ورسوله من عظيم الإيمان، فأبقى النبي صلى الله عليه وسلم أصل الإيمان في قلبه، وجعل من قرائن ذلك أن ذلكم العبد يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم. العاقل لا يشمت بأي أحد كائنا من كان، يخشى أن يصيبه ما أصابه. لكننا إذا جئنا نحكم لابد أن نجمع الآيات الأحاديث التي في الباب، ننظر بإنصاف ولا نتصور محاريب وأبواب ليست لنا، ولا نتجرأ فنتقدم بين يدي الله ورسوله، ولا نفتئت على الله. الله أعلم بخلقه، وشرعه شرع محكم، ينبغي الجمع بين الآيات والأحاديث عندما نحكم على أحد. وهذا كله يجعلك لا تحمل في قلبك الضغينة ولا البغضاء، ولا يقع في خلدك يوما من الدهر أن ترفع السيف على المسلمين، تكفر هذا وتفسق هذا وتبدع هذا، لكنك تعلم أن الله عز وجل أعلم بخلقه منا وأرحم بعباده منا، وأن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: نحذر الناس من ارتكاب الحرمات، من الاجتراء على المحارم، بالأدلة والأحاديث التي جاءت عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا نسلب المؤمنين أصل إيمانهم بالكلية ما لم يأتوا بالكفر البواح. كل ذلك من أدلة الشرع التي بيّنها علماؤنا لله الحمد والمنة عبر التاريخ الإسلامي كله. ولو قرأت شرح النووي رحمه الله على هذا الحديث لا خرجت بعلم جم وفائدة كبرى تعينك على فهم كلام الله وفهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أيها المباركون ما تيسر إراده وما تهيأ إعداده حول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. حررناه على عجل في هذا البرنامج المبارك، ونمارق مصفوفة، سائلين الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يلبسنا وإياكم لباسي العافية والتقوى. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.